السلام عليكم ورحمة الله الزفلون، مرحبا بكم. في نهاية الأمر نور الدين بوكروح الرئيس السابق لحزب التجديد الوطني بيرا ووزير سابق في عهد بوتفليقة، وكذلك مرشح للرئاسيات في 96، في نهاية الأمر راهم يلاحقوا فيه قضائيا. باش يلاحقوا هو؟ لا، يلاحقوا أولاده. هذا خبر اللي جات به جريدة الشروق اليوم، تقول باللي أولاد نور الدين بوكروح راهم محل تحقيق، فيه ملف تحقيق أمام الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي. وحسب المعلومات تاع الشروق يقول لك أن نجلي الوزير بوكروح زوج من ولاده داروا استثمارات في الخارج، واش داروا؟ مزين تحلوى بين في لبنان، اسكو زين اسكو حانوت ما لبن، المهم قال استثمار في الحلويات. تري بيان، وخرجوا دراهم بطريقه غير شرعيه، هذا اكيد ما فيها حتى هضره. مليح يتابعوهم، ولكن اللي خرج يستثمر في وزين الى حانوت حلوه تابعوه، واللي خرج الدراهم وكشفوه، يعني منظمات دولية تقول لك انه كشفوا خالد نزار عنده 2 ملايين اورو في سويسرا. ما داروا والو، وعلاش ما كان والو؟ هنزيدوا، خالد نزار بالوثائق عنده ابارتمون، وما نقولوش خالد، هي ولده لانه داير كلش باسم ولده، في برشلونة ابارتمون 90 متر مربع، وفي تيراغونا تيران ب 6000 متر مربع. ما يتبعوهمش هادو ما يتبعوهمش، ما نتكلموش على الاخرين، نحكموا غير هاد الزوج. هذا راه في الريترات نزار يا اخي، ما يدخلوا في جنرالات الحبس، اما يدخلوا في جنرالات بلا حساب الحبس. هو علاش ما يدخلش الحبس؟ ولده علاش ما يدخلش الحبس؟ وعلاش ما يوقفوش؟ خلينا من حكاية التهريب تاع الوثائق هذيك تاع السيارة اللي هربوها وحكموا الشوفير دخلوه الحبس، ومن بعد نهار اللي عاود رجع كلمة كان والو، وخرج السيد عجوزه في الشارع هو ومرته شاهيناز ما كان والو، قال خرجوا براءة. مسخروا بالشعب ولا بشكون تمسخروا؟ هاي اللي تكشفوا في روحكم باللي مكافحة الفساد ما هي إلا قضية تاع تصفية حسابات لا أكثر ولا أقل، ما كانش حاجة فيها مكافحة، لأنه لو يبدأ مكافحة الفساد يبدأوا تبون تبون اختاروا قايد صالح على جال اللي هو أكثر المرشحين في الفساد، على هذا اللي اختاروا باش يكوفري ولاده، لانه ولاد القايد صالح فاسدين كيما القايد صالح فاسد، الناس كلهم فاسدين. شوف نهار قال لهم الهامل، قال لهم اللي يحب يحارب الفساد لازم يكون نظيف. واش صرا؟ قالها على 11 على الزوج تاع العشيه تنحى، الزوج تاع العشيه تنحى، ومن بعد المشاكل يوم راهو في الحبس. هو فاسد جنرال هامل، فاسد ومعروف عن الشيء اللي داروا. انا لما كتبت عليه هو يزمك، وكتبت على الهامل ما داروش بكلامي، لانهم كانوا بيناتهم فاهمين. بعد لما دارتنا عورة ارموا الحبس، ما كلهم فاسدين. اليوم مش يقول لك يتابعوا اولاد بوكروح اللوزين تاع حلوه ولا حانوت تاع حلوه، ما على بالناش. مو قال لك استثمر في الحلويات؟ ايوا استثمر في الحلويات، ويذكروا بلي كاينه اتفاقيه قضائيه ما بين لبنان والجزائر. يقول لك الجزائر وقعت اتفاقيه مع لبنان
الأولى تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي، وأخرى تخص تسليم المجرمين، حيث أشرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي مع نظيره اللبناني أوري خوري ببيروت في شهر فيفري المصارب، في فيفري داروها، على مراسيم التوقيع على هامش الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب. يعني أولاد بكروح جايبينهم. وفي نفس الوقت يقولك بلي راهو عائلة بكروح راهي كلها عايشة في قطر. صح، بكروح باش عايش في قطر؟ منين جايب دراهم باش تعيش في قطر؟ وكان قال رحت لفرنسا وتخدم كيما رانا نخدمو، ودرت كيما نهاري خرجنا نهاري هبطت لفرنسا، اللي قادر يقول كشما ديت كشما الاخر يجي. كنت نخدم في الكوتيديان دو باري، من بعد بوش بيش خدمت بها في شركات الحمد لله. يعني نبين لانه لا في ديبوزيسيون في فرنسا يبين شراك تعيش، كان حتى هضره. يذكروا باللي ثاني انه الجزائر وقعت اتفاقيه تعاون قانوني مع قطر، تعاون قانوني وقضائي في المسائل الجنائيه مع حكومه قطر، وقام بالتوقيع عليها وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي ونائب العام القطري بن سعد النعيمي. دونك بكروح راح في الفخه، القطريين يقدروا يسلموه، العرب ما فيهمش ثقه، العرب ما فيهمش ثقه يسلمك. هذه ماهيش كيما فرنسا، كان يقول لك فرنسا، انا ما نخافش في فرنسا، نتكلم ونتكلم ومانيش خايف، لان نعرف فرنسا دولة قانون، دولة قانون. فرنسا القانون مستقل، حتى وانه يتخاذلوا مع مثلا قضيه لونكيت تاع محاوله اغتيالي واختطافي، متخاذلين معهم الفرنسيين، اوكي ما عليه، ولكن حكايه اخرى ما كاش منها، ما يقدرش يسلموني لا انا لا فرحت لا امير ديزاد. والعصابه تبهدل غير في روحها، العصابه تبهدل غير في روحها، ظل تطلب تسليمنا. دايرين لي 12 مذكره توقيف دوليه، وانا راني في اوروبا، يعرفوني وين نسكن، يعرفوا كلش، ما تقاسوش مني شعره، شعره مني مزازات. انا مشيت ليهم قلت لهم شوفوا حطوني ارهابي، شوفوا هم طالبيني، هم دايرين علي 12 مذكره. قال لي روح يا ولدي خلينا منهم، هاي سوا في فرنسا في اسبانيا في ايطاليا، راني ندور بارتو، راني ندور بارتو، ما كاش لي يجي يوقفني. الله اكبر، هشام اكبر، هشام اكبر.